قضية الإيداعات والتحويلات، القضية هذه اللي هزت أركان النظام الدستوري، اللي ثلث أعضاء مجلس الأمة تمت رشوتهم وتضخمت حساباتهم بدون أدلة وأسانيد، شنو كانت النتيجة؟ حفظت قضاياهم وهم اللي تصدرون المشهد السياسي في الوقت الحالي. في المقابل نواب وسياسيين وشباب من كشف هذا الفساد تمت ملاحقته وصدرت ضده أحكام، ويا أما بالسجن أو مهجر خارج الكويت. قضية ضيافة الداخلية، أحد المتورطين في قضية الداخلية يحضر مؤتمرات مكافحة الفساد ويتصدر الصفوف. اللي رشى النواب يتم استقباله استقبالات رسمية ويتصدر الاستقبالات الرسمية. هذا هو تعامل الحكومة في قضايا الفساد، وبنفسها هي نفس الحكومة تقول أنا أبي أخفض الأجور والمرتبات علشان أعالج عجز الميزانية. فهل هذا سلوك حكومة مقنع يقنع الناس أن هي فعلا قادرة على حل هذا العجز؟ احنا نقول حق الحكومة صلحي نفسك قبل ما تطلبين إصلاح الميزانية ومساس جيوب المواطنين.